يا مساء الخير عليكم جميعا. دلوقتي هنبدأ نشرح مادة الابلايد ماثيماتكس او الرياضة التطبيقية. هنبدأ اول تشابتر اللي هو تشابتر 6 which is ماتريكس الجبرا. طيب قبل ما نبدأ في شرح التشابتر في شوية حاجات كده مهمة حابب انوه عنها. اول حاجة المادة هي بتتكلم عن الرياضة التطبيقية، يعني إحنا مهم جداً إن إحنا نفهم الأجزاء اللي موجودة فيها. تاني حاجة نحل كتير، نحل مثال واثنين وتلاتة عشان نقدر نلم المادة وكل التريكات اللي ممكن تجينا في الامتحان. الجزء النظري برضو ما ننساهوش، لأن الامتحان بقى فيه جزء منه أهو كله بقى ترو فولس وإم سي كيو، فأكيد هيجي حاجات منه نظري. طيب نسمي الله كده مع بعض ونبدأ. هنبدأ منهجنا بشابتر 6 which is matrix algebra. طيب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نطلع منها من الشابتر؟ chapter objectives، الاهداف بتاعت الشابتر. اول حاجة concept of a matrix، يعني هنفهم يعني ايه matrix ونعرف. تاني حاجة special types of matrices، هنفهم برضو او هنعرف الانواع المختلفة من الماتريسيز أو المصفوفات. matrix addition and scalar multiplication operation، هنفهم برضو يعني إيه matrix addition اللي هو الإضافة بتاعت أكتر من matrix أو أكتر من مصفوفة، وعملية الضرب بتاعت الماتريسيز أو المصفوفات. رابع حاجة express the system as a single matrix equation using matrix multiplication، برضو هنبدأ نعرف النظام ك single matrix أو مصفوفة واحدة باستخدام matrix multiplication عن طريق ضرب المصفوفات. matrix reduction to solve a linear system، برضو هنستخدم matrix reduction عشان نحل linear system. بعد كده theory of homogeneous system اللي هي نظرية الأنظمة المتجانسة، والinverse matrix اللي هي المصفوفة المعكوسة، كل ده نعرفه في الشابتر ده. Use the matrix to analyze the production of sectors of an economy، هنستخدم برضو الماتريكس أو المصفوفة عشان نحلل the production of sectors اللي هو قطاعات الإنتاج في أي organization أو أي economy اقتصاد. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي هندرسها في الشابتر ده اول حاجه الماتريسيز نبدا نعرفها. matrix addition and scalar multiplication، الادديشن اللي هو الجمع والضرب. matrix multiplication solving system by reduction matrices، والانفرس المصفوفه العكسيه. طيب اول حاجه ماتريسيز يعني ايه ماتريكس؟ التعريف بتاعها بيقول لي matrix consisting of m horizontal rows and n vertical columns is called an M times N matrix or matrix of size M times N. طيب واحدة واحدة كده، يعني ايه الكلام ده؟ ببساطة هو بيقول لي الماتريكس بتتكون من M horizontal اللي هو ال horizontal rows اللي هو الصفوف الأفقية، ده بنرمز له بالرمز M، وN هي الأعمدة الأفقية is called an M times N، اللي يبقى الام دي هي الروز والان هي الكولمز، or matrix of size m times n، او نقدر نقولها matrix في حجم of size m في n. ده بيكون شكل الماتريكس a11 a12 وهكذا. طيب for the entry a i j we call i the row subscript and j the column subscript. في أي عملية إدخال في الماتريكس دي إحنا بنسمي الـ i اللي هو ده أو الرقم ده بيرمز للرو سبسكريبت اللي هو الصف، والـ j هو الكولم سبسكريبت. طيب example size of matrix، the matrix of 1 2 0، الماتريكس اللي قدامنا دي من النوع إيه؟ has size 1 في 3. طب عرفنا الـ 1 في 3 دي إزاي؟ فيها عمود واحد، فيها صف واحد وثلاث أعمدة، ده عمود وده عمود وده عمود، يبقى واحد في ثلاثة. طب رقم B، the matrix اللي احنا شايفينها دي has size 3 times 2، فيها ثلاث
صفوف وعمودين، 3 صفوف اللي هو بيبتدي بواحد وستة وخمسة وواحد وتسعة وأربعة، يبقى كام؟ 3 و2 اللي هو العمود الأول ده والعمود التاني ده. تمام؟ طيب الاكزامبل بتاع رقم سي، ذا ماتريكس، هي دي بس الماتريكس رقم واحد، تبقى هاز سايز واحد في واحد، حتى لو دي بقت 8 بقت 9 ايا كان، حتى لو اتغير بقى 21 برضه هاز سايز واحد في واحد. تمام؟ ذا ماتريكس اللي احنا شايفينها دي هاز سايز 3 مالتبلاي او تايمز 5. جابها ازاي؟ 3 ادي اول 3 صفوف في كام عمود؟ 1 2 3 4 5. تمام؟ سهلة جدا ما فيهاش حاجة. طيب ندخل على تاني جزئية، الإيكواليتي أوف ماتريسيز، إمتى يحصل الإيكواليتي أوف ماتريسيز أو التساوي؟ طيب فور إكزامبل ماتريكس A إيكوال A R J and B إيكوال B R J are equal، دول بيكونوا إمتى إيكوال، إمتى بيكونوا متساويين؟ If they have the same size and A I J equal B I J for each I and J، لما يكونوا الاثنين عندهم نفس الفاليو أو نفس السايز، نفس الحجم. تمام؟ طيب transpose of matrix، إيه بقى transpose of matrix؟ A transpose of matrix is devoted by A osity. طيب لما يقول لي عايز transpose of matrix ديت بنعملها إزاي؟ if example 3، لو عندنا ال if A الماتريكس ديت بتتكون من 1 2 3 و 4 5 6، لو احنا لو اقول لك بقى find A host T نعملها ازاي؟ بنشقلب الماتريكس، بنقلبها، بنخلي الصف عمود والصف الثاني عمود ثاني، يبقى 1 2 3 بدل ما كانت صف خليناها ايه؟ عمود، بدل ما كانت صف خليناها عمود، وبرده الصف الثاني بدل ما كان صف خليناه عمود. Observe that، لاحظ ان A أس T الكل أس T هي هي A، يعني لو جاب لك ماتريكس دي زي ما هي كده وقال لك انا عايز A أس T الكل أس T اكتبها له زي ما هي، ما اعملش اي تغيير فيه. تمام كده؟ طيب هندخل على الاديشن. طيب بالنسبه للاديشن بسيطه قوي، لو مديني مثلا ماتريكس دي ماتريكس A وماتريكس B اللي هي الأولى ديت والتانية وقال لي اجمعها، خلاص بقول 1 + 4 يديني 5، 2 + 3 يديني 5، -3 + 5 يديني 2، 4 - -1 يديني 3. الموضوع بسيط جدا. طيب دي ماتريكس 2 × 2 ودي برضو 2، لازم الاثنين يكونوا نفس السايز 2 × 2. طب ينفع ماتريكس 2 × 2 اجمعها مع ماتريكس 2 × 3؟ لا غلط، ما ينفعش. دي كانت اول محاضره في ماده الابلايد ماثماتكس. I hope it useful for you. Thank you and goodbye.